فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل شيئا غيرها، لا صلاة ولا صيام، مع أنه مقر بكل أركان الإسلام لكنه لا يعمل، فهل تنفعه؟ لا، إذا ترك العمل وهو قادر، إذا ترك العمل وهو قادر، لا يصلي ولا يؤدي الزكاة ولا يصوم ولا يحج وهو قادر، لا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه لم يعمل بمقتضاها ولم يعمل بحقها. أما لو أنه قالها مخلصا لله ثم مات في الحال أو قتل ولم يتمكن من العمل، فإنها تنفعه بإذن الله، مثل حديث البطاقة، مثل الذي أسلم في المعركة وقتل دخل الجنة، مثل اليهودي الغلام اليهودي الذي كان مريضا وزاره النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام فأسلم دخل الجنة، هذا لم يتمكن من العمل، إنما إنسان يتمكن من العمل وتركه من غير عذر شرعي هذا ليس بمؤمن. نعم، ولا تنفعه لا إله إلا الله. قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فلا إله إلا الله مفتاح الجنة صحيح، لكن لها أسنان، وأسنانها العمل، فإذا جئت بلا إله إلا الله مع العمل فتحت لك الجنة وإلا لم تفتح لك الجنة. نعم.